السلام عليكم يا اخوان، ويعطيكم العافية واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد يا اخوان. اليوم اجيناكم انا والعم زيد بفيديو او بفكرة الفيديو هاي، انتو كثير طلبتوها منا. اول اشي انا جبت لكم بشاحنة الرينو، لانه كثير ناس صراحة طلبوها مني على الكومنتات، وكمان شفت ناس طلبوا منا اللي هو التاندم الراس وجرار. مثل ما انتو شايفين يا اخوان، بيجي معانا قاطرتين، واحدة بتكون راكبة مع الشاصي والثانية بتكون ورا بتتحرك مش راكبة مع الشاصي. فحاليا بدنا نجرب وضعنا معاها. طبعا احنا حاليا في العراق. شو اسم المنطقة اللي احنا فيها عم زيد؟ هاي هيت بالعراق هيت، هيت هاي منطقة هيت. شو اسمه، معاي الشاحن انا الرينو يا اخوان. طبعا ما عدلتش عليها الماتور، ما غيرتوش، خليت عليها الماتور الستوك تبعها، وحطيت عليها اقوى ماتور اللي هو بيجي 520 حصان. خلينا نشغلها الشاحنة. طبعا انا مش راح اسمع صوت الشاحنة من صوت شاحنة العم زيد، انه ذاك أبداً. الصوت يطرح البركة يعني. طبعا هاي الشاحنة يا اخوان جدا ضعيفة. بدي اروح يا اخوان، انا حاليا بدي اروح اجرب اصف الشاحنة تبعتي ريفيرس، اشوف هل راح تزبط معاي ولا لا. والله ولا اشي بزبطها. احا، طب يا محمود اذا ما خلي الواحد يجرب، جرب ان شاء الله. اذا ما جربنا عم زيد، استنى شوي، احنا بلشنا نبعر فيها من اولها. الفواتك هي مثل كذا، مش ال هي المكان الحمولة مستحيل يعني، بس خلينا نجرب. ثواني، لازم اقدم لهون. والله ولا اشي بيجيبها معلم. تسلمت. استنى بدي اجرب احل شغلة. كثير ضيقة. كثير ضيقة، مستحيل هاي. صارفين لك هذا لك. ما هو على الفاضي. ما قلت تجيش معاك؟ ما بتيجي والله عم زيد، جربت. كسرت بيوت للجسمه. لا لا لا، ما والله ما لمستهن حتى. احنا يا زلمة احنا دغري يا دوب جبناهن. اتوقع هسه لو نكبس انتر بحملونا. هاي التحميل بلش. انا حملت حاليا عم زيد. طيب يلا اطلع 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 اليسار. اين بدي اطلع؟ بس انت 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 مش عارف الماتور اللي معاي. اوكي. بدي اطلع صحراوي انا اخوان. 7 دقايق واحنا بس بنحاول نطلع بالسيارة بالشاحنة ولا اشي يا اخوان. شو الوضع عم زيد عندك؟ والله اي شوي هسه بحكي لك. شكله بريحش. يا اخوان هسه خلينا، ما انه العم زيد قاعد بحاول يطلع بشاحنته. طمنونا عنكم، شو اخباركم يا اخوان؟ شو رايكم بالمحتوى اللي قاعدين بنقدم لكم اياه؟ ان شاء الله يكون عاجبكم. انا سامع صوت قطار. اي صدق، اول مره اشوف انه في قطار هون في العراق. لا في زملاء. حلو والله، حلو. هاي العم زيد اجا. امشي. علقت علقت. انا في طريق ثاني غير طريق لام محمود.
يعني يا اخوان انتوا سامعين صوت الشاحنة؟ يعني الشاحنة صوتها عالي بس على الفاضي، يعني ما في اداء، فهمتوا علي؟ صوت فقط، صوت فيش فقط. اداء هسا ربنا الله الشاحنة من جوا حلوة، يعني طلعوا عليها من من جوا، برا. ومن برا بتجنن. بس المرة الجاية بس اجربها ان شاء الله، مش راح اخلي عليها الماتور الستوك تبعها، راح احط اللي ماتور ثاني، وعلى الاغلب ماتور سكانيا راح يكون. مش أنا تفتيش تفتيش طبعا يا اخوان، هاي راس وجرار، احنا بنسميها بالاردن راس وجرار. والله اكتبوا لنا يا اخوان اللي بتتابعونا من برا الاردن شو بتسموها عندكم في بلادكم مشان نتعلم منكم. حتى انا بسموها سنجل او اشي زي هيك. هسا انا اكثر اسم متعارف عليه بالاردن عندنا اتوقع اللي هو راس وجرار، صح؟ صح. هيها سالكة بس أنا صوتها مش عاجبني بالمرة. ما بعدنا التفتيش يا زلمة، دي كمان نقطة تفتيش قدامنا، مش فاهم المبدأ ليش حاطين نقطتين ورا بعض. العراق دائما هيك، العراق وسوريا ما ثنتين ورا بعض، ما يعني ما في منطق، فهمت علي؟ لما هاي على الغيار الاول ترضاش تقوم، قسما بالله الاسكانية بزمانات تقومت على الغيار الاثناش. بيني وبينك سيارات كثير، فانا راح اضطر اني اجي من هون. الله نور. حلو حلو عم زيد، عشان ما شو اسمه، حلو عم زيد. لا دقيقة، شو ضربت؟ مسكر الطريق. لا هون في اشي مخفي مسكر الطريق. عم زيد بدك اشي من السوق من هون؟ تسأل عندك البضاعة العراقية لا يعلى عليها. تمور عراقية، التمور دبس عراقي، بعدين في عندك الفواكه العراقية. ليش الفواكه العراقية؟ في كثير شغلات مميزة بتيجي من العراق، المانجا على سبيل المثال. جد أول مرة يا زلمة المانجا العراقية بتجنن. عم بعرف المصرية والبطيخ، قول البطيخ وين ما كان كويس. هسا المانجا المصرية برضو ممتازة، يعني ما اختلفناش احنا، بس العراقية لأنها مش الكل بجيبها. أكثر إشي معروف مثلا بالعراق الدبس، التمر، الراشي بسموه اللي هو الطحينية، هم أهل التمر دبس عن زيت. وراشي أكيد. شو هي؟ شو اسمه الراس والجرارة. حلوة سواقتها، بس لو معاي شاحنة أحلى من هاي. أو لو إنه اسمع، الشاحنة بتجنن هاي اللي معاي، والله حرام يعني. بس لو إني حاط عليها ماتور أقوى. الماتور هذا كثير ظالمها. الحلو بالموضوع إنه إحنا طلعنا على الهاي واي بسرعة، فهمت علي؟ يعني بعد ربع ساعة. هسا انسى العجقة اللي صارت بأول الفيديو، بس أنا قاعد بحكي إنه بشكل عام من هاي منطقة هيت للهاي واي الطريق سهلة. بس إذا إنك تتذكر لما كنا نروح من على الآخر بتسب. إشي من الآخر، نفسي أسرع بس المشكلة إيش، إحنا بتسرعش. لو إنا طالعين من الحديث بدي أروح شمال أنا. لو انا طالعين من الحديثة الطريق مش مظبوطة هناك. متذكر هالطريق هاي اللي تطلوع ونزول، وكثير كثير الشارع مكسرة. مكسر. جيت انا وانت وسير. ايش السرعة عندك؟ انا ماشي بسرعة 103.
هاي الحمول اللي على يميني اللي هي الشجر المقطع وجاهز، بدي اعمل فيها ان شاء الله، بدي اعمل فيها مقطع للشباب راح يعجبهم ان شاء الله. يا اخي من اكثر الحمولات هاي الشجر. ان شاء الله. انا بحب هاي الحمولات. هاي منتشرة وين؟ 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 حكي الشاحنات الامريكية هي موجودة بالامريكية. لانه في هناك كثير شو اسمها اللوجينج ربعات. ارياز هذول. يا اخوان شو رايكم بمحاكي الشاحنات الامريكية؟ بتحبوا نصور لكم محاكي الشاحنات الامريكية ولا لا؟ انا حاسس، انا حابب انا بصراحة. حابب كثير والله عم زيد، بس المشكلة بحس انه الناس مش كثير الناس ما بتحبها بحبوها، عنا. بحس ما، مع انها هي احلى من هاي بكثير، بكثير احلى، الطرق فيها احلى، الشوارع الشوارع احلى، الشاحنات احلى، الجرافيك فيها احلى كثير، كثير بكثير يعني. اللعبة مش مخبص فيها زي هون، هون كثير صار فيها تعديلات يعني حسها عجبوا حتى عليها. هون مثلا بتحس انه فيها دروبات مرات كثير مناطق، هناك ما بتحس بهذا هناك قديش اللي بلعبها بحياتي ما صار عندي دروب. جرافيكها بعده صافي. جرافيكها بجنن. بعدين الجرافيك تبعها مع المود الريشيد اللي عندي هذاك اسمه جد واقع 100%. جربته انا عليها مش طبيعي. هسا بنقدر انه ننزل عليها مودات ونلعب مثلا شاحنة مرسيدس فيها، او مثلا بس شاحنة سكانيا، بس بتروح المتعة بتروح واقعيتها اصلا، بتروح. يعني انت بالامريكي شاحناتها بطرقها. اخي شاحنات الامريكي احلى من شاحنات الاوروبي بكثير. الاردن دغري، طريقنا دغري حلو. بدي اروح عم زيد على الشمال انا. حددت لك والله الهاي واي تبعهم مرتب، الهاي واي تبع العراق اسم كثير حلو. انا مفكر اني اجي اعمل عليه على فكرة سباقات، فيديو سباقات للشاحنات. شغل بتوين هون، شغل اسيتو كورسا. بس هيك تجربة، اسمع الصوت تطرح البركة. اخوان سامعين صوت شاحنة العم زيد؟ دعست منيح. لا مش كثير، هاي بطلت سبيت. انا والله عم زيد لو شاحنتي تطلع عن السرعة اللي انا فيها بدون ما تدوشني وتطرشني كان شديت. يا اخي هي المرتبة اللي معك حلوة هيك انيقه مرتب، هي لطيفة جود. بس هي شغل حمولات داخلية بس مش اكثر. بالضبط. طبعا اخوان هذا مود موجود على ستيم، يعني اي حدا بيقدر ينزله، اللي هو الراس والجرار، اي حدا بيقدر ينزله. وقريبا العم زيد وعدني انه راح يعملنا سكنات لإلها كمان. نعم موجود على ستيم على فكرة. ايش السكنات؟ يعني. لا المود، المود موجود على ستيم ان شاء الله بنعملها لقدام يعني، بس طبعا مش راح تكون على ستيم، راح تكون خاصة موجودة بالديسكورد بس. هي راح تكون على الديسكورد عند العم زيد، راح تلاقوها ان شاء الله موجودة بالوصف عندي، قناة العم زيد والديسكورد تاعه. بامكانكم يا اخوان طبعا تيجوا تسالونا عن اللي بدكم اياه، اي اشي يعني، عندك مشاكل في اللعبة اشي احنا بنساعدك، ومش بس احنا بنساعدك يعني، حتى الشباب الموجودين ممكن يساعدوك يعني، مش شرط انه بس انا والعم زيد نساعدك. بس الله يخليكم يا اخوان، في عندي طلب صغير، ما حداش يجي يسالنا اللعبة كيف ننزلها على الموبايل، انها ما بتنزل على الموبايل، ما بتنزل على الجوال. هذا السؤال اكثر من مرة سالناه يعني. ولا بتنزل ولا على المكان، ولا بلاي ستيشن ولا اكس بوكس، ولا بلاي ستيشن ولا اكس بوكس، هاي بي سي فقط، بس كمبيوتر، بس للكمبيوتر. حاسبه؟ لا حاسبه اللي هي كمبيوتر يعني، سواء ديسكتوب او لابتوب كمبيوتر. ويا اخوان يعني اللعبه كمان كثير ناس سالتني انه
بدي اجيب جهاز، بدي اجيب كمبيوتر، بس مش عارف شو اجيب مواصفات. يا اخوان هاي اللعبه بتشتغل على حبه بصل. بالضبط. يعني عادي بامكانك تجيب مثلا اذا في عندك كمبيوتر ضعيف بامكانك انك تشغل اللعبه عليه، بس مش بالجرافيك اللي انت شايفه عندي حاليا، راح يكون يعني راح تشغله على الجرافيك الميديوم او اللو. فهمتوا علي؟ بس انها تشتغل بتشتغل. بالضبط. انا عندي نصيحه للشباب، يعني ما حدا فيهم يجرب مثلا انه يشتري لعبه ماشي او يشتري كمبيوتر بس عشان يشغل لعبه معينه. اشتري لما بدك تشتري كمبيوتر او بدك تشتري بي سي للالعاب، اشتري يكون شامل. لا تشتري اشي عشان تشغل مثلا لعبة شاحنات او صحيح، بس لانه ممكن يشغل لك شاحنات بس مش بكره بتزهقها بدك تلعب لعبة ثانية، ما راح يشغل لك اياها، ما راح يشغل لك اياها. صحيح. انا البوينت تبعتي اشي يكون شامل. عم زيد، بس انا بدي اوضح البوينت تبعتي. هسا انا ما حكيت انه انا يعني هسا لو في عندك مثلا اوريدي عندك كمبيوتر ضعيف عادي بتشتغل اللعبة عليه. شغل. طبعا بفرق امكانيات الجرافيك يعني. يا عيني عليك. بس اذا بدك تشتري كمبيوتر يعني، ويعني وحابب انك تشتري، دائما اشتري الافضل. فهمتوا علي؟ طبعا مش شرط تروح تشتري زي الكمبيوتر اللي عندي او اللي عند العم زيد. طبعا اخوان انا والعم زيد عندنا نفس الكمبيوتر بالضبط بالضبط بالضبط، نفس المواصفات. نعم. فهمتوا علي؟ بس احنا جبناه يعني شوي مواصفاته قويه ما شاء الله، بس لسبب واحد، لانه احنا بنشتغل عليه تصوير ومونتاج. للمونتاج بلزمك. نعم. كمبيوتر يكون قوي، بس للعب ما بدك انه كمبيوتر يكون كثير قوي. يعني عادي كرت شاشه يكون مثلا 6 جيجا كويس. طبعا كل ما كانت، كل ما كان 1650 بشغلها. 1650 بشغلها، 1660، 1060، 1080، كلهم هذول بشغلوها وما شاء الله عليهم. بالضبط. يعني ما بشي يعني كثير عالي، هاي كروت يعني متواضعه بس بتشغلها. بتشغلهم براحتها يعني. بتشغل كثير العاب مش بس شاحنات. صحيح صحيح. عم زيد انا على يمينك. لا انا مثبت السرعه على 110. انا اصلا نسيت انك معي. قدنا الحكي قدنا نسوي. منيح السواليف عم زيد. هسه بدنا نروح يمين. يمين؟ ان شاء الله ما يسكر علي. هذا اللي هون انا مضطر اني اهدي لانه قدامي باص. طبعا يا اخوان انا بحاول اني اخلي سواقتي رايقه قدر الامكان مشان تحسوا بواقعيه سواقه الشاحنات الصراحه، بس انتم بتعرفوني انا بحب انصرع واطير واتسابق بالجن احيانا. تجيني حالات يعني. كلنا نفس الحاله. هذا الجسر نروح من الشمال. هذا اللي قدامي داعس بريك. هون في تحويله اتوقع عم زيد. تحويله شمال. ما سبحان الله حفظناها عن غيب. طرق الوطن العربي حفظناها عن غيب. والله كثير يعني كثير احنا صورنا فيها ولعبنا فيها. انا بصراحة زهقتها يعني. انا مليتها على الاخر. يعني هسه حاليا بالوقت الحالي مثلا خيرني مثلا اروح العب بدون تصوير، يعني يقول لي اوروبا ولا وطن عربي، يقول لك لا اوروبا. اكيد اوروبا. على فكرة حتى الشباب عندنا على الكومنتات عم زيد انا لاحظت انه كلياتهم بيقولوا صوروا باوروبا تصوروش في الوطن العربي. بس ممكن يعني هذول الشباب اللي بكتبوا التعليقات، بس اذا بتطلع على الاحصائيات بشكل عام يعني في مجموعة كبيرة بحبوا هاي الاشياء. صحيح في مجموعة كبيرة يعني كلياتنا بنحن للوطن العربي عم زيد. يعني احنا يا اخوان مش انه احنا يعني احنا بنحبش نصور في الوطن العربي لسبب واحد، انه ما في اشي جديد يعني بس. يعني مش قاعدين بيضيفوا عليه اشي جديد، بس لو في اشي جديد والله يا اخوان بالعكس احنا بنحب نصور فيه. بنقول لكم يا اخوان حفظناه عن غيب، يعني حتى الخريطه بطل لها داعي، حتى عارفين التحويلات وين بال شو اسمه الخريطه. احنا
احنا وصلنا لحدود عم زيد اتوقع. اه وصلنا لحدود. وصلنا. اوه عم زيد على يميني، حلو. عم زيد طاير، عم زيد، عم زيد تنساش انه معاك قاطرة ورا. نسيت نسيت. مالك طقشت الدنيا عم؟ شايفين اخوان مين اللي بنصرع؟ مش انا. ما هو الواحد شو اسمه محمد دائما بتتهموني انه انا اللي بنصرع. صوت الموتور مغري. صوت الموتور والله انت صراحة عم زيد، هذا موتور سكانيا اللي معك. اوكي لا الشاحنة مرسيدس بس الموتور سكانيا. كان هيك غسالتي قوية. احلى غسالة. الشاحنة ضعيفة، موتورها ضعيف. ما حاسس بمعاناتك بصراحة. احنا يعني الحمل اللي معانا مش هالحمل الغانم، كله 15 طن. انا لما كنت اخذ مرسيدس ستوك يصير معي زي هيك كان يصير معك نفس رسميا. الاشي. اقل اشي. انا الطريق فيها كورتين ورا بعض، دير بالك عم سيد. عرفت انا حفظنا احنا، حفظناه احنا، عرفناه احنا. بعدنا بنحكي بنفس الموضوع. سبحان الله. مطبات حافظين على الحدود. مطبات الحدود هذول من كثر ما اكلناه نفضناه هنا عن غيب. اسمع انا اذا اجت شاحنه قدامي مش راح اهدي، راح اتجاوز عنها عن اليمين، انا بس اهدي وارجع اقوم تاخذ مني وقت. فهمت علي؟ انا اتجاوز عن هذول اللي وراك. انا هيني تجاوزت عن الشاحنه او عن اول شاحنه، هاي راح اتجاوز كمان عن ثاني سيارة، وهي عن ثالث سيارة، قلبت قلبت، وهي رابع شاحنة، وهي خامس شاحنة. أنا بعيد عنك هسه. هاي 135 كويس. قربنا على المدينة كثير. أي مدينة؟ الصفاوي. راح ننزل فيها. احنا الصفاوي؟ من الدوار تبع الصفاوي شمال. هسه هون شو بدي فوتها هون عم زيد؟ من هسه بقول لك الشركة اللي بدنا ندخل الحمولة عليها ضيقة. اوكي ما اقول انا قلبت مرة ثانية. لا يا رجل. الله اسمع، نعمل هون هيك اللوكات يجي هون هاي. صوت الثمانية سلندر وصل. وهيك يا اخوان بنكون وصلنا الحمولة تاعتنا من العراق للأردن للصفاوي. وبتمنى انه يكون عجبكم الفيديو يا اخوان. اعذرونا على اللي صار في الاول لما بعرنا الطلعة، بس الموضوع ما كانش غلطنا احنا ولا غلط الشاحنة. حرام احمل الشاحنة المسؤولية. هي الصراحة المشكلة كانت بالشركة نفسها اللي أخذنا منها الحمولة، لأنه كانت كثير ضيقة وصعب إن نفوت الشاحنة ونطلعها، كثير ضيقة كانت معانا. أنتوا شايفين يعني معانا قاطرتين تعتبر هاي. أوكي صار بس يعني بالنهاية قاطرتين. فيا إخوان بتمنى يكون عجبكم الفيديو. الشاحنة كمان بتمنى إنها تكون عجبتكم. راح أرجع أصور فيها بس مش نفس الماتور، راح أحط عليها ماتور 8 سلندر سكانيا إن شاء الله. إذا عجبكم الفيديو يا إخوان أعطونا لايك، وإذا كنت جديد على القناة لا تنسى تشترك، تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس مشان يوصلك كل شيء جديد، سواء عندي سواء عند العم زيد. وإذا بدكم سكنات يا إخوان للعبة أو مودات للعبة محاكي الشاحنات سواء الأوروبية أو الأمريكية، بوجهكم عند العم زيد. واللي بروح عند العم زيد يا إخوان يحكي له أنا جايك من طرف محمود مشان أظبطكم. تمام يا إخوان، وبنشوفكم إن شاء الله بالفيديو القادم، والسلام عليكم.